أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. هسه نبدي نفتح أول صندوق ونشوف شنو الغراض اللي وصلتنا بهاي الشحنة. مثل ما جاي يشوفون هاي الغراض اللي جايتنا من امازون من امريكا. طبعا الصراحه ما اعرف شنو بالضبط هذني، بس شغلات مال رسم حسب ما مبين بالصوره. طبعا هذني اكو ناس طالبيهن، مو انه للبيع المباشر. ايضا عندنا هذا جهاز كندل، قارئ مال كتب الكترونيه، فشي كلش حلو، يعني كانه تلزم هذا التابلت تحسه كانه ورقه. شوفوا عليه بحث عنه باليوتيوب، اللي يقرا كتب الكترونيه هاي كلش يفيده. هنا في شيء مال وشم اتوقع، ما اعرف ما مبين شكله شنو هذا. عندنا هنا مكمل العفو كريم، هاي كريمات مثل ما جاي يشوفون، هذني مال مفاصل ومال عضلات وهيج شيء. طبعا هذني كلهم مواد اصليه جايبيهن من امريكا، كلهم على الطلب، يعني حسب طلب الزبائن. الناس موصيهن وواصلتهم تقريبا ورا شهر او 3 اسابيع او شهر وشويه. زين، اي شخص يحب يطلب اي شيء من هذني الغراض، كل اللي عليك انه تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، تدز لنا رابط المنتج او تقول لنا شلون اشتري من امازون، احنا راح نعلمك وراح نكمل وياك باقي التفاصيل. فهذا الغراض جاي نستعرضهن على مود الناس يشوفون انه غراضهم وصلت، وعلى مود الناس تعرف انه احنا شغلنا هيجي نجيب غراض حسب الطلب. احنا هذا شغلنا، نجيب غراض حسب الطلب من موقع امازون او اي باي من امريكا او من الصين او من اي دولة. كل اللي عليك اذا عندك سؤال او استفسار تواصل ويانا، راسلنا على صفحة على فيسبوك راح نجاوب عليك. طبعا شوي نتأخر برات لان رسائل كلش هواي، فنعتذر منكم مقدما. عندنا هنا هذا كفر مال تابلت اتوقع. هنا صابون الاسود الافريقي هو شيء ما اعرف شنو بالضبط، المهم صابونه هاي كبيره. هذا ملابس اتوقع. عندنا هنا هاي مثل شغلات اكسسوارات، يعني بلاده سوارات هيش امور، شغلات اكسسوارات. سماعه طبعا هاي الشخص مشتريها مستخدمه من موقع اي باي، وهاي وصلته مثل ما جاي تشوفون السماعات لوجيتك طبعا اصليه. عندنا نانا سمارت ووتش اللي هي ساعه ذكيه، ايضا شخص طالبها، هذني مو للبيع. فاذا اي واحد من عندكم يحب يطلب هيك اشياء خلي راسلنا. ستار وورز هذا مجسم مثل ما مبين قدامكم بالصوره، هاي شكله وهاي صورته، مجسم مال ستار وورز. زين، هنا عندنا هذا توقع صبوره او جهاز الكتروني مال رسم، صراحه ما متاكد بالضبط، بس الشخص اللي طالبه يعرف شنو هو ودازلنا هو الرابط، واحنا مساعدي اياه جايبيه هنا للعراق. هم صبوره الكترونيه او هيك شيء، شغلات مال رسم. ايش عندنا هنا بالله بعد؟ هاي مال ميز مال حاسبه، ميز خشب مثل ما مبين. نجي للصندوق الثاني نشوف شنو غراض بيه. هذني شغلات مال سيارات، لاصقات او هيك امور. هنا أنا شريط لاصق، هذا اتوقع مال اللي يلبسوه للباروكات في جمهور، ما متاكد. بادي مال كمال اجسام هذا والله راح عن بالي. هنا أنا شنو جويستيك طبعا مال موبايل، هاي مال ببجي واضحه قدامكم بالصوره. ايش عندنا بالله بعد غراض؟ عندنا هنا أنا سماعات او هيدفون مثل ما بينات والله. خلينا نشوف شنو هنا عندنا. قرص هذا، ما اعرف شنو هو، لعبه او فيديو صراحه ما متاكد. طبعا اكرركم انه احنا شغلنا شركه نقل، نجيب غراض للناس من موقع امازون او اي باي او اي موقع ثاني. فاذا عندك غراض تريد تشتريهن انت او الغراض من هذني المعروضه، ايضا نقدر نجيب لكم اياهن، نجيب مثلهن. شوي مستعجل اكمل الفيديو. شغلات مال سيارات، هنا امازون ايكو دوت، هذا الجهاز مال امازون اللي تقدر تحكي وياه ويجاوبك وتتحكم بهواي امور. مثلا ما اتوقع، يعني ما اعرف له بالضبط، اتوقع تتحكم بالكهرباء او هيك شيء. هنا يو اس بي بورت، طبعا يو اس بي 3 هذا سريع. انكر اتوقع هاي واير. ال سي دي رايتنج بورد اللي هو شاشه تكتب عليها، يعني مثل الجهاز، جهاز شاشه وترسم عليها. قلم من ماركه لوجيتك.
اتوقع اصباغ هذني او مال وشم، صراحة ما متأكد. هذني مثل المحفظات، شاهدنا هنا شنو، ها شغلات مال السيارة، هاي لاصقة مال جي تي. هذني مثل ما قلت لكم، هذني طبعا واحد طالبهن. هذني مثل الكتب بس يرسم عليهن، او هاي ما ادري شلون، بس شغلات مال رسم. فتشي مقياس صراحة المن يقيس بالضبط ما اعرف، صراحة ما ادري. قرص مال بلاي ستيشن 3 طبعا هذا اصلي، يعني جايبين مناك من امازون اصلي، مو مثل هذني مهكرات. ميداليات واكسسوارات هالامور. ديجيتال انيونوميتر او ما ادري شو اسمه، المهم قياس مال سرعة الرياح، واضح قدامكم بالصورة ومبين. محفظة هاي وبيها ما اعرف هذني شنو، اقلام يمكن ما ادري. مكملات غذائية مثل ما جاي يشوفون، هذا علاج جايبيه من امريكا، اي شخص يحب يطلب مثل هيك مواد او غير مواد مكملات غذائيه هم نقدر نجيب لهم اياها، فيتامينات معادن هالامور كلها نقدر نجيبها. فاي شخص يحب يطلب اي شيء راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وراح نتواصل وياك. غير العفو شغله مع السياره، اعتقد هذا كريم او شامبو، فشي مال العنايه بالبشره والتجميل. هنا أنا مكملات غذائية طبعا تلاحظون انه هو مصنع داخل امريكا. ميجا مان سبورت، اتوقع هذا يعني فيتامينات هالامور، اكثر شيء يستخدموها الرياضيين مثل ما جاي يشوفون. اتوقع هاي مقطاطة مع القلم. صراحة ما متأكد، بس هاي قبالكم قدامكم بصورة تقدرون تشوفوها. مجسم مال هذا المصارع، صراحة ما اعرفه بس اتوقع انه هذا مصارع. طبعا كل مفاصل مالته تتحرك، فاي شخص يحب يطلب مثل هيك اشياء نجيبها. هاي مال مساج مثل ما جاي يشوفون، مثل المخدة، ما ادري بيها شغلات الكترونية او لا، ما اعرف يعني هل انه تهتز او ما ادري. لا هاي هم نفس الشيء مثل المخدة، طبعا اتوقع هاي بيها فتشي يعني تشتغل تهتز او مساج يعني تريح الجسم، ما اعرف بس واضحة قدامكم بالتفاصيل. لوجيتيك كيبورد هذا طبعا ممكن انه حسب ما قريت انه يتشكل على اكثر من حاسبة وتحول بيناتهم بالموبايل او بالحاسبة هيك شيء، يعني كيبورد تقدر تربطه باكثر من جهاز نفس الوقت. لصقات مال راس، اتوقع مال وجع الراس هاي، صراحة ما متأكد يعني لان مو اختصاصي. سماعات طبعا مثل ما بينات، هذني سماعات رياضية، اي شخص مثل هذين الغراض او يختلفين او هو بباله غراض او قطعه غيار، خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك ويدز لنا رابط المنتج واحنا راح نتواصل وياك. وطبعا بالمناسبه المكتب مالتنا بالنجف، واكو توصيل لكل المحافظات، فلا تشيلون هم يعني عندنا توصيل من البصره لحد اربيل، فاي محافظه نقدر ندز لكم غراض. هاي متوفر للبيع المباشر مال يوغي، فقط هذني متوفرات للبيع المباشر مال بطاقات مال يوغي مثل ما جاي يشوفون. اللي يحب يطلب من هذني الاشياء خلي راسلنا على الصفحة، هذني متوفرات للبيع المباشر وكل متعلقات لعبة يوغي. عندنا توصيل طبعا للمحافظات مال هذني الغراض مال يوغي، وعندنا هنا لابتوب ديسك من هو اتوقع ميز هذا مال لابتوب. نجي للصندوق الاخير اللي هو هذا، اتوقع اضاءة مال اي هذني شمسيات، هذني اضاءة مال استوديو اللي يحبون يبدون قناة بيوتيوب او يفتحون استوديو او تصوير تفيدهم من هالاشياء. هاي هنا شكل الاضوية مثل ما مبين، وخلنا نشوف شنو بعد بيها. ها عندنا هنا هاي الصورة مالتها، اي هاي مثل ما جاي تشوفون هيك تصير، هاي الاضاءة مال الاستوديو. هاي احب اشكركم لان تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.